المباراة الأخيرة واللي كانت جماهيرية ومنتظرة وزي ما بنقول على صفيح ساخن، في المقام الأول احتضنها استاد القاهرة، جمعت ما بين النادي الأهلي وبيراميدز، وكان عنوانها الأول والأخير عمرو السولية. نجح النادي الأهلي في العودة مرة تانية لصدارة الترتيب بعد فوزه ونتيجة جيدة ورائعة بثلاثية دون رد سجلهم نجم خط وسط منتخبنا عمرو السولية في الدقيقة 19 والدقيقة 69 في واحدة من أفضل مباريات السولية على الإطلاق، علشان يحصد جائزة رجل المباراة نظرا لما قدمه في المباراة. طيب هتكلم على عمرو السولية كتير ويستحق ان احنا نتحدث عنه، ولكن الهدف الثالث حسين الشحات بعد ما اصطدمت كورته بقدم احمد سامي مدافع بيراميدز. الحقيقه انه المدير الفني مارسيل كولر كان حريص جدا امبارح ان هو يعوض الاخفاق اللي حصل في الجولتين اللي فاتوا امام سموحه وسيراميكا كليوباترا. طبعا التعادلين سواء اذا كان التعادل السلبي او التعادل الايجابي على التوالي يمكن كانوا أثار استياء جماهير النادي الأهلي ومستر كولر امبارح. طبعا شفنا الثنائي الهجوم شادي حسين محمد شريف، كل واحد فيهم لعب شوط، أحمد عبد القادر نزل مكان برونو سافيو، كمان ظهر حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر محمد الشناوي بشكل جيد ورد على بعض الانتقادات اللي طالته الفترة اللي فاتت بعد هدف سيراميكا كليوباترا اللي سجله أحمد رمضان بيكم في مرماه، وأكد أنه حارس مميز جدا في صفوف فريقه ومنتخب مصر. ولكن بتوقف عند الجزئية دي، أيا كانت الأمور والضغوط اللي تقع على أي حارس مرمى لا يكون مسموح ابدا انه يكون في استجابه وتفاعل ورد فعل من اللاعب تجاه الجمهور. بصوا بقى، يعني شوفوا بتروح وتيجي، اللاعب بيكون في مستويات جيده وبيطلع لفوق وبينخفض مستواه وبينزل، عادي وارد وممكن وبيحصل، لكن انه اللاعب او حارس المرمى ينساق ويكون بيرد على الجمهور ايا كان بقى بسبب ضغوط بسبب زعل، ان هو يشير للجمهور بعلامه انا مش سامعكم او ان انا مش هلتفت او ان أنا، هو ده اللي بتكلم عليه يا جماعه، ملوش لازمه ملوش لازمه. عايز ترد رد جوه ارض الملعب، الدوري مخلص، انت بتلعب ماتش رد في الماتش اللي بعده. الحدوته ان الجمهور ده مش ما بينه وما بينك مشكله، الجمهور ده ما بينه وما بينك نتيجة، ما بينه وما بينك أداء، الجمهور ده جاي من بيته علشان يكون مستمتع بنتيجة المباراة، بيكون مستمتع بأداء فريقه اللي بيشجعه، وانت بتقع عليك مسؤولية وجانب من هذا الأمر. لما تكون النتائج ضدك ما ينفعش انك أبدا تحاول بقى انك تدخل في نقاش مع الجمهور، في الآخر كفتك عمرها ما هتكون رابحة، وده موجه لكل اللعيبة. ليه؟ عندك مكان ترد فيه وهو المستطيل الأخضر، وقدر محمد الشناوي امبارح ان هو يرد بالفوز ده، وقدر ان هو من خلال أدائه امبارح في المباراة يرد بشكل كبير جدا على الجمهور بكل احترام وتقدير. طبعا قبل تغييرات يناير المتوقعة هيعلن عنها مستر كولر، واللي هنشوف من خلاله النادي الأهلي خلال ال 48 ساعة اللي جاية هتكون أولها الإعلان عن ضم التونسي محمد الضاوي. الأهلي رفع رصيده للنقطة ال 27 بفارق 3 نقاط عن نادي الزمالك، بيراميدز تراجع للمركز الرابع برصيد 20 نقطة، واللي بالمناسبة بيدرس دلوقتي ان هو خلاص يعني يستغنى بقى كفاية لحد كده، وان هو يقيل اليوناني تاكس جونس المدير الفني لبيراميدز بسبب سوء النتائج. متوقع متوقع، خصوصا انه بيراميدز اداؤه مش ثابت واداؤه في تذبذب، وزي ما شفنا مع حضراتكم في بعض المباريات يعني فريق بيراميدز خسر من الداخلية، فريق بيراميدز بيتألق امام الاتحاد السكندري، فريق بيراميدز بينتكس امام النادي الاهلي. طيب وده معناه ان بزخم النجوم اللي في فريق بيراميدز مش طبيعي ابدا ان يكون في تذبذب بالمستوى بالشكل ده. ممكن تكون مباراه تعادل مباراه فوز مباراه تعادل مباراتين فوز، ولكن ان يكون في خساره وخساره من يعني المستويات كمان بتتغير، يعني مستوى نادي الداخليه في ظل نتائجه ان هو يفوز على فريق بيراميدز، يرجع بيراميدز يقدم مباراه ولا اروع امام الاتحاد السكندري، يرجع يقدم مباراه ولا اوحش امام النادي الاهلي، هو ده اللي بنتكلم عليه. لازم يكون في ثبات للمستوى، وده طبعا لو بنتكلم على التكتيك او على طبعا التشكيل اللي لعب بيه مستر تاكس هو اللي بيتحمل المسؤوليه كامله، ولكن في بعض اللعيبه ايضا بتتحمل المسؤوليه.
تعقيبا على مستوى احمد الشناوي. احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز امبارح علامات استفهام شديده، علامات استفهام حقيقي بتزعلك لما تشوف احمد الشناوي امبارح اللي بيظهر امام الجميع بمستوى مش هو المعروف عنه، مستوى سيء، مستوى سيء انك انت تشوف بيه حارس مرمى كبير في الكره المصريه. حارس مرمى كان بيلعب لنادي الزمالك، حارس مرمى كان بيلعب لمنتخبنا المصري، حارس مرمى كان حاجز مكانه أساسي مع المنتخب المصري على مدار أعوام وسنوات طويلة. إنك أنت يدخل فيك هدفين من الثلاث أهداف سجلهم النادي الأهلي، أحمد الشناوي يسأل عنهم، يسأل عنهم زي ما بنقول كده يعني، الهدف الأول والثالث. أحمد الشناوي الموسم الحالي مع نادي بيراميدز لعب 11 مباراة، دخل في مرمى كم هدف؟ لكم أن تتخيلوا، 9 أهداف، معدل كبير جدا، خصوصا إن إحنا لسه في بداية الدوري، إحنا لسه ما كملناش الدور الأول حتى. طب حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات أمام المصري والبنك الأهلي وحرس الحدود والمقاولين والاتحاد السكندري، استقبلت شباكه أهداف أمام إمتي والزمالك والإسماعيلي والداخلية وأسوان وأخيرا النادي الأهلي. الشناوي معروف إنه من بداية ظهوره في مركز حراسة المرمى عموما في منتخب مصر طبعا كان بيلعب أساسي، لعب مع برادلي، لعب مع كابتن شوقي غريب، مع مستر هيكتور كوبر، يعني الكل زي ما بنقول عارف إمكانياته والكل بيديله الفرصة والكل بيضمه. وبعد كده برحيله عن نادي الزمالك ابتدت مسألة إن هو ينضم للمنتخب على فترات بعيدة. فكرة إن اللاعب يكون مش ملتزم بتخليه يتصاب كتير ويخرج عن المشهد، أبرزها طبعا إصابته بالقطع في الرباط الصليبي في 2021. أوقات بيكون عدم الانضمام لأسباب فنية، وأوقات بيكون عدم الانضمام لأسباب زي ما بنقول كده لها علاقة بفكرة عدم الالتزام والأسباب إنك أنت مصاب. ولكن خلونا نتوقف عند جزئية معينة، لما يكون حارس المرمى زي شريف إكرامي متواجد أساسي مع نادي بيراميدز أو المهدي سليمان وإذ فجأة الشناوي يصاب وتسمح ليه الفرصة بعد تذبذب مستوى شريف إكرامي إنه الشناوي يحجز مكانه أساسي ويرجع يتألق مرة تانية، ليه بيكون حارس المرمى أو أي لاعب هدفه هو توصيل الرسالة فقط؟ لا، أنا أستحق إن أنا أكون موجود، أنت ليه ما بتعتمدش عليا؟ ليه شريف إكرامي هو اللي يلعب أساسي وأنا ما كنتش متواجد أساسي؟ طيب وليه بقى حارس المرمى أو اللاعب يلعب ماتشين 3-4 ويخلي المسؤولين يعتمدوا عليه ومجلس الإدارات يعتمد عليه وبعد كده ما يكونش على قدر المسؤولية وكأنه كان بيوصل رسالة فقط ولكن مستواه الحقيقي معروف؟ نتمنى أنه الفكر ده يتغير، ونتمنى اللي ياخد التجربة أو اللي ياخد فعلا الفرصة يكون بيستحقها، ونتمنى اللي بياخد الفرصة والفرصة ما بيكونش يستحقها تتاخد منه. مش بنقول ان الشناوي حارس غير جيد، هو حارس متميز، لكن دايما بقول انه الحارس اللي بيكون في المكان ده لازم يكون على قدر المسؤولية، انك لما بتتاح لك الفرصة انك تتألق لازم انك تكون قد المكان ده، وان الفرصة لما بتيجي صدقوني سنوات بيبكي عليها عدد كبير جدا من اللعيبة على مدار الأجيال، الفرصة لما بتجيلك وتروح منك عمرك ما هتعرف ترجعها مرة تانية. أتمنى أن الرسالة دي تكون وصلت للكابتن أحمد الشناوي، أتمنى أن الرسالة دي تعمل نوع من أنواع الألارم، نوع من أنواع أنه فكرة أنه هو يستيقظ، يلحق نفسه، يحاول أنه هو يستغل فعلا وجوده في المكانة دي، لأنه ممكن بعد كده أن الفرصة اللي معاه دلوقتي ما تجيلوش تاني. بنتمنى أنه كابتن أحمد الشناوي نشوفه بيرجع لمكانه الطبيعي وتكون بمثابة يعني كانت تجربة مريرة أو مباراة صعبة، مطلوب منه أنه هو يرجع لمستوى المعروف علشان يحجز لنفسه مكان مرة تانية في تشكيلة منتخبنا المصري.